السلام عليكم طلاب الصف الثامن في درس جديد للغة الإنجليزية على قناة الأستاذ رائد المساعد. بداية خلونا نفتح كتاب الـ Students Book، كتاب الطالب، إلى الـ Page Number 14، الصفحة الرابعة عشرة. اليوم إن شاء الله راح نأخذ كل تمارين هذه الصفحة، فخلوكم معنا لآخر هذا الفيديو. بداية Exercise Number 5. Exercise Number 5 مطلوب مني أول شيء read the dialogue. read يعني اقرأ. بعدين put، ضع ال verbs. إذا بدي أنتبه أنه هون راح أشتغل مع ال verbs، الأفعال. الأفعال إما تكون simple present، وإما تكون present simple، وإما present continuous. present simple يعني مضارع بسيط، و present continuous يعني مضارع مستمر. طبعا هسه الآن إحنا إذا نزلنا لتحت لهون شفنا كيف الديالوج، هذا الحوار. بداية ذكركم أنه إحنا نستخدم المضارع المستمر لشيء بيحدث الآن، بين المضارع البسيط لشيء معتاد أو الحقائق. نبدأ بالقراءة. What فراغ you watch. What فراغ you watch. طبعا إذا نظرنا هون راح نلاقي أنه في ناس بيتفرجوا على التلفاز، فهذا شيء بيحدث الآن، صح ولا لا؟ لأنه بيحدث الآن. شو رأيك وشو بنستخدم؟ مضارع مستمر present continuous ولا مضارع بسيط؟ بالتأكيد مضارع مستمر. المضارع المستمر بيبدأ بأداة سؤال، وهي أداة السؤال موجودة، كويس. بعد أداة السؤال بدي فعل مساعد اللي هو إما is وإما are، فأنا بختار ال are، وهي حطينا هون ال are. ممكن واحد يحكي يا أستاذ طب ليش ال are؟ بحكي لأنه الفاعل، إذا نظرنا هون الفاعل اللي هو بين قوسين يو، بما انه يو فبناخذ اليو بتاخذ ار. طيب خلينا نكمل. ار بعدين احنا عندنا اداه السؤال وات، بعدين الفعل المساعد ار، بعدين بنحط الفاعل اللي هو يو. هسه الفعل مثل ما انتم شايفين بين قوسين عندي واتش، فبروح انا وبحط واتش مثل ما هي، بس اللهم اني بزيد لها اي ان جي. هيك انا بكون عملت سؤال في المضارع المستمر. اول شيء كيف عرفت انا شو زمن الجمله هاي؟ لانه ممكن تكون present continuous مضارع مستمر او بسيط simple، لانها هاي تحكي عن المشاهده وهم بيشاهدوا التلفزيون الان. الشيء الثاني بدي اتذكر قاعده المضارع المستمر اللي حكينا عنها قبل. السؤال ببدا بدات سؤال، بعدين ار او از، بعدين الفاعل، بعدين الفعل اخرته اي ان جي. بنيجي بنكمل الحوار. What are you watching؟ ماذا تشاهد او تشاهدون؟ بدرية تقول It's a documentary. documentary أخذناها قبل، يعني فيلم وثائقي about medical herbs. عن إيش هذا الفيلم الوثائقي؟ عن ال medical herbs، يعني الأعشاب أو النباتات الطبية. طيب تو عادل ماذا يقول؟ فراغ There be any medical herbs in Jordan. واضح بما انه بده يسال عن ثير انه هل يوجد او هل هناك اي نباتات طبيه وين؟ في الاردن. فكيف نحكي هل يوجد؟ هل يوجد؟ عشان نحكي هل يوجد احنا في اللغه الانجليزيه بنستخدم is there او are there. بما انه عندي herbs جمع فبحكي are there. وهي الـ I capital، الـ A capital، are there. نكمل الآن. بدرية تقول بدرية of course، طبعاً there are، نعم يوجد نباتات طبية في الأردن. I فراغ try معناتها يحاول to get some information. هي بتحكي أن الآن بدي أنا أني بحاول أحصل معلومات. طبعاً هذا الشيء مضارع مستمر، والمضارع المستمر في عندي هي الفاعل، بعدين بدي استخدم الـ am و try بزيد لها ing. إذا بتتذكروا المضارع المستمر لازم يكون في إما is أو are أو am، والفعل لازم آخريته ing. خلونا الآن ننزل لأسفل حتى نكمل. نأتي الآن إلى 4. أوكي نقرأ الجملة. الجملة الرابعة It is used as a herb in cooking. إنه يستخدم كنبتة في الطبخ. and فراغ have. الآن
هاي النبتة إلها flavor، نكهة. النكهة طبعا هاي إحنا بنحكي عن حقيقة، يعني بشكل دائم هي إلها هاي النكهة، فبنحكي has. ليش يا أستاذ has؟ لأن أنا بحتاج مضارع بسيط. طب يا أستاذ كيف عرفنا إحنا إنه نحتاج مضارع بسيط؟ لأن أنا بحكي عن حقيقة. نبتة الميرامية إلها نكهة خاصة مميزة، وهاي النكهة هي بس هسه الآن فقط ولا بشكل دائم معاها؟ لا، هي بشكل دائم معاها، فبالتالي احنا بنحكي هاز. طب يا استاذ ليش ما حطينا هاف زيها؟ لانه هاز مع المفرد it is. لاحظوا عندي هون it، فبانه عندي انا هون it مفرد بتاخذ هاز. اوكي، لو كان I او you او جمع بتاخذ هاف. طيب نكمل، لاحظوا هسه في عندنا هون it has important health benefits، انها لديها فوائد صحية مهمة. And can make you فراغ feel strong، وبإمكانها تجعلك تشعر بإيش؟ بالقوة. طبعا هاي خصائصها اللي هي دائما معها، فبالتالي نستخدم مضارع بسيط feel. You feel نفس الفعل من غير أي تغيير لأنه مضارع بسيط. ليش يا أستاذ مضارع بسيط؟ لأنه بنحكي عن شيء عادة أو حقيقة، اللي هي هاي إحدى خصائص هاي النبتة، دائما معها هذه الخصيصة، دائما معها. نأتي إلى الأخير هنا what فراغ we wait for. عادل يقول ما الذي ننتظره، ما الذي ننتظره، ما الذي ننتظره يعني الآن. فبالتالي مثل ما حكينا في الأول، أول هذا التمرين أداة السؤال what، بعديها بتيجي are أو is. راح نستخدم are، ليش؟ لأنه الفاعل we، فبعد الـ are بحكي we. What are we wait، ينتظر، نزيد لها ing، صارت عندي What are we waiting، ما الذي ننتظره. هيك احنا بنكون خلصنا الحمد لله حل هذا التمرين. بنروح على التمرين اللي بعديه، اللي هو التمرين، طبعا بالنسبة للتمرين السادس، التمرين السادس انه احكي لي استمع لل التمرين اللي أنا قبل شوي قرأت لكم إياه وحليناه مع بعض. فرح نتجاوز التمرين السادس لأنه عبارة عن استماع لهذا التمرين، ثم نذهب إلى التمرين نمبر 7. التمرين السابع إيش بده منا هذا التمرين؟ هذا التمرين بحكي لي look at the picture of Yusuf. أيوة، إذا أنا بعرف أنه هسه الآن في عندي picture، هاي picture، هذا الشخص اللي فيها شو اسمه؟ يوسف. المطلوب مني ايش يا استاذ؟ رايت. ايش يعني رايت؟ اكتب. بدي اكتب what usually happens، ماذا يحدث عادة. طبعا بما انه usually عادة، هذا راح نكتبه بصيغة المضارع البسيط. ليش يا استاذ؟ لانه usually عادة فهو بتكرر. وكمان بدي اياه نكتب what is happening today، ما الذي يحدث اليوم. اللي بيحدث اليوم بنعبر عنه مضارع مستمر. تمام؟ ففي عندنا جمل مضارع بسيط وعنده جمل مضارع مستمر. إذا نظرنا هون راح نلاقي usually عادة هو شو بيعمل، وعلى اليمين اليوم هو شو عمل، في عنده تغييرات. فبنشوف usually هو شو بيعمل، عادة هو play basketball، بيلعب basketball كرة السلة. أنا الآن بدي أساوي جملة كاملة، بدي أحكي مثلا، بدي احكي عادة يوسف يلعب كرة السلة، فبقول عادة usually فاصلة يوسف، وهي يوسف يلعب play. بس يا ترى هل بحتاج ازيد لها اس ولا لا؟ نعم بزيد لها اس. ليش؟ لانه بالمضارع البسيط اذا كان الفاعل مفرد بنزيد اس. طيب خلينا نكمل. plays ماذا؟ باسكت بول. ها؟ طبعا اعذروني انا بجوز مش ماخذ راحتي في الكلام لانه لسه في عندي التهاب في الحلق، فبالتالي مش ماخذ راحتي كثير حقيقة في الكلام، بس مش مشكلة ممكن نمشي الامور. ماذا عن الجملة التالية؟ عندي رايد، رايد بايك يعني يقود الدراجة، to the river يعني هو عادة إذا بدي يروح على الريفر
تعرف شمال ريفر بتتذكره؟ النهر، عشان اروح على النهر على الريفر بيقود الدراجة. فأنا بدي أعبر عنها كالتالي: عادة يوسف يقود الدراجة إلى النهر. نقلوني شو لازم أكتب؟ بدي أحكي عادة. كيف أحكي عادة بالإنجليزي؟ usually، وهي فاصلة. يوسف، وهي يوسف، يقود الدراجة ride. شو رأيك ride ولا rides؟ أكيد rides لأنه الفاعل مفرد، فبنزيد أس للفعل. طبعا هون أنا أخطأت في كلمة يوسف، بصحها. بنكمل rides يقود. ماذا يقود؟ الدراجة. دراجته، كيف نحكي دراجته؟ his bike. إلى النهر، to the river. to the river. أوكي، هيك صار عندي. تمام، الآن بنروح على الجملة الثالثة هون: rain in winter. المقصود تمطر في الشتاء. فأنا بدي أحكي عادة هي تمطر في الشتاء. كيف أحكي هذا الشيء؟ عادة تمطر في الشتاء، بلش بكلمة عادة. هي عادة، يوجوالي، فاصل. إنها it تمطر rain، طبعا نزيد أس لأن الفعل مفرد، rains في الشتاء، in winter في الشتاء. اوكي، هيك احنا العمود الاول بنكون خلصنا اللي هو المضارع البسيط. الان عندنا العمود الثاني. today، اليوم. اليوم شو بيعمل يوسف؟ اليوم بيصيد السمك، fish، fishing. كيف نحكي اليوم يوسف يصيد السمك؟ لكن انتبهوا بصيغه المضارع المستمر. نحكي today فاصله. نقول شو لازم اكتب؟ اليوم يوسف يصطاد، is fishing، مضارع مستمر، اتفقنا. is fishing. اوكي، هو عادة بيلعب باسكتبول لكن اليوم fishing. اوكي كويس، تمام. نذهب الى التالي: walk to and from the river. عادة هو بيروح على بالدراجة الهوائية لكن اليوم مشي. اليوم مشي، فبدي احكي اليوم يوسف يمشي إلى ومن النهر، يعني بيروح مشي وبيرجع مشي، بصيغة المضارع المستمر لأنه today. بلش أول شيء today، اليوم، فاصلة. today يوسف، وهي يوسف. يوسف is walking، مضارع مستمر لأنه is walking to and from the river. وهي نقطة. طيب عندي آخر شيء، الشمس مشمسة، بدي أحكي اليوم الشمس مشمسة. طيب كيف نكتبها؟ أول شيء today. today، هاي today فاصلة. إحنا إذا بدأنا الجملة بظرف زمان زي عادة أو usually أو اليوم أو البارحة، إذا كانت أول كلمة نحط بعديها فاصلة. اليوم يوسف، وهي يوسف الفاعل. عفوا، الفاعل عندي الشمس. الآن إحنا نحكي عن الشمس. today الشمس، the sun is shining، نقطة. فلاحظوا التمرين بسيط، بس اللهم إنه انتبهوا لما يكون في عندي usually بستخدم قواعد المضارع البسيط اللي تعلمناها قبل. واللي ما حضر الفيديو دور على في القناة فيديو عن المضارع البسيط، راح يكون كمان، راح أحط رابط هذا الفيديو في صندوق الوصف. وكمان لما تشوفوا today مضارع مستمر، واللي ما شاف درس المضارع المستمر كمان راح يشوفه صندوق الوصف، يعني صندوق الوصف ينزل تحت الفيديو بشوي بلاقي كتابة إلي، راح يلاقي إن شاء الله الرابط للدروس. طيب ننزل للأسفل عشان نشوف التمرين الثامن والأخير. التمرين الثامن والأخير بدي إياه نعمل أسئلة وأجوبة، بسيط لكنه مفيد جدا. بس قبل نبلش بهذا الشيء بدي أذكركم، إذا في ناس لحد الآن ما كانوا مشتركين في القناة يا ريت يشتركوا. وفي كمان صندوق الوصف تحت هذا الفيديو قناة أجيال للكرتون والمسابقات والتسلية، يا تشتركوا فيها حتى إذا كان عندكم أوقات فراغ تتسلوا فيها.
نأتي إلى التمرين 8. التمرين الثامن، بده يعني أعمل أسئلة وأجوبة تختص بالصورة السابقة بهذا التمرين. أوكي، خلينا نشوف كيف ممكن نشتغل ونساوي بعض الأسئلة. مثلا طبعا الأسئلة تتعدد وكثيرة وممكن تختلف من شخص إلى شخص، يعني الجواب الآن الحل بدي أعمله الآن هو حل مقترح، ممكن أشخاص آخرين يعملوا حل مختلف. فأنا بدي أسأل بداية باستخدام المضارع البسيط، مثلا بدي أحكي ماذا يعني يلعب يوسف عادة. هنشوف ماذا يفعل يوسف عادة. كيف نحكي في الإنجليزي ماذا يفعل يوسف عادة؟ نحكي what. أي what، ماذا، what does، لأن المضارع البسيط بعد ال what بستخدم does أو do. يوسف مفرد بستخدم does. what does يوسف، وهي يوسف. usually قبل الفعل الرئيسي do. what does usually do، what does يوسف usually do، ماذا يفعل يوسف عادة؟ هذا سؤال. طيب الجواب عليه هو عادة he usually يلعب كرة السلة، plays basketball. نقطة. هيا عملنا السؤال الأول، خلينا نعمل كمان سؤال ثاني بصيغة المضارع المستمر. المضارع المستمر مثلا هون اليوم شو بيساوي؟ بيصيد سمك. فأنا بدل ما أسأل ماذا يفعل يوسف عادة بدي أحكي ماذا يفعل اليوم. بما أني بحكي عن اليوم راح أستخدم مضارع مستمر، فبقول what is يوسف doing today، ماذا يفعل يوسف اليوم؟ بدي أحكي يوسف يصطاد السمك today. أحكي ممكن أحكي he is fishing today. أوكي تمام. نعمل كمان سؤال، مثلا بدنا نحكي أوكي بدنا نحكي كيف عادة يذهب إلى النهر. بدنا نشوف عادة هو كيف يذهب للنهر، نحكي how معناته كيف. how does يوسف عادة، أيوة هيك، عادة usually go to the river، كيف يوسف عادة بروح على النهر. أوكي نحكي إنه هو عادة يذهب بالدراجة، نحكي he usually rides his bike. أوكي هيك احنا عملنا 3 أسئلة مع 3 أجوبة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها. هيك راح ننهي درس اليوم. أستاذ رائد مسائل يحييكم، إن شاء الله نراكم في درس قريب. لا تنسوا الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.